أيها الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وكما تعودنا بمحورين، الأول عن بناء الدولة، تعددت الرؤى والوجع واحد، والمحور الثاني عن عيد العمال، احتفاء نادر واضطهاد مستمر. كالعليل المحبوب يتسابق محبوه لرسم البسمة على شفاهه، كل منهم يجتهد ليأتي بأفضل طبيب وبأنجع ترياق. هذا هو حال أمنا الحبيبة اليمن، وهذا هو حال أبنائها أفرادا وجهات وأحزاب منذ دخل الوطن في حالة الاستشفاء في 18 من مارس، والجميع يتنافسون في تشخيص الدواء وتوصيف الدواء. أخذت الأحزاب تتسابق بأحسن الخبراء وأرقى الأخصائيين، كل يقدم خلاصة رؤاه لوصف الترياق للوجع المزمن، ويقدم الترياق لدفع وجع بدت مؤشراته، ومنذ توزيعهم على فرق عمل حسب الرغبات والخبرات. ورجال الحوار ونساؤه منكبون في ورش عمل بهدف الخروج بأفضل الرؤى التي من شأنها تضميد جراح الوطن وإنهاء أوجاعه. فبالأمس وصفوا جذور وجع الجنوب الحبيب، وها هم اليوم يوصفون أسس بناء الدولة انطلاقا من مبدأ حسن النية، فإن الجميع يضعون رؤاهم حبا لليمن. وفي هذا المحور نحن بصدد بحث ما تميز به الإصلاح الحزب في رؤاه، وبالأخص فيما يتصل بأسس الدولة وأولويات الترميم. وعن ذلك يسرنا أن نجدد استضافة البروفيسور دكتور منصور الزنداني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة صنعاء، وأيضا رئيس كتلة الإصلاح في فريق بناء الدولة. فمرحبا بكم جميعا. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا، شكرا كثيرا. دكتور، فيما يخص الآن الرؤى والرؤية حول بناء الدولة التي قدمها تجمع اليمني للإصلاح، كنتم في الرؤية تحدثتم أن الدولة إسلامية وأنها لا تتعارض مع مدنيتها، فهناك أيضا من يقول يعني، وهناك لابد أن وصلتكم الانتقادات أو الاعتراضات فيما يخص، هل بالفعل دولة مدنية هي سوف تكون دولة دينية عفوا أو مصدرها الإسلام، هو يتعارض مع ما اتفقت به الدولة من يعني من معاهدات مع منظمات وما إلى ذلك؟ يعني أسئلة ربما محتاجة لتوصيف دقيق في الألفاظ وقلق كثير في التعامل مع مثل هذه القضية. فبشرح بسيط، ما هو يعني ملخص رؤية الإصلاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمح لي من خلال قناتكم الكريمة أن نقدم تهانينا الحارة لكافة عمال اليمن ومزارعين في اليمن، وكل يد تبني وكل يد تصنع وكل يد أيضا تعمل في هذه الأرض الطيبة التي وصف الله بأنها بلدة طيبة، فلهم التهاني بعيدهم هذا، وإن شاء الله يأتي العام القادم وتكون الدولة الجديدة قد تحققت، وتأخذ أيضا في بالها وفي برامجها أيضا الدور الكبير بإصلاح أوضاع هؤلاء العمال وتأمين حياتهم وتأمين مسيرتهم الصحية والمعيشية وإلى آخره، هم وأسرهم إن شاء الله. ولكم التهنئة، أنتم عمال بناء اليمن. الله يكرمك. الحقيقة قضية بناء الدولة هي قضية جوهرية أساسية، ليست فقط في اليمن، في كافة دول العالم، يعني قضية من الأساسيات التي تناقشها كافة النخب السياسية، تناقش في الجامعات، تناقش في المعاهد الاستراتيجية، التطوير الدستوري المستمر في كافة دول العالم. هناك الدساتير، لا يوجد يعني حاجة ثابتة في التاريخ، حاجة ثابتة، لأن الحياة تتغير والطلبات تتغير وتتبدل من وقت إلى آخر، وما يكون اليوم جيدا قد لا يكون جيدا بالغد، وما يكون بالغد ما لم يكن هذا أمرا إلهي أو شيء منزل من خالق كل شيء، هذا هو باختصار يعني شديد. لكن أعود إلى قضية بناء الدولة الحديثة، الدولة المدنية الحديثة. الحقيقة الإصلاح أخذ بهذا المفهوم، وقبل أن أقول ماذا يقول الإصلاح في هذا الاتجاه أقول من أين جاء هذا المصطلح. هذا المصطلح هو أخذ في الغرب، وعندما أخذ في الغرب في عصور الظلام هم جاءت ثورة المدنية الحديثة الأوروبية، أرادوا أن يأخذوا دولة مدنية حديثة تشبه
الدولة الإسلامية التي كانت متقدمة آنذاك، وكانوا منزعجين جدا من شكل الدولة الدينية التي كانت تحكم أوروبا، تحكم كل شيء، وتعطيهم صكوك الغفران، وتعطيهم شهادات دخول الجنة، أو تنذرهم بشهادات النار، وكان كل شيء خاضعا للكنيسة بطريقة يعني ثار عليها الأوروبيون وثار عليها الفلاسفة الأوروبيون، يعني حتى لا يقال أنه نحن نتكلم. ولذلك عندما كانوا يأتون إلى المعاهد الإسلامية والجامعات الإسلامية في قرطبة وفي المغرب العربي وفي مصر وفي كثير من البلدان العربية، كانوا معجبين بالحركة الإسلامية آنذاك، أو بالدورة الإسلامية، الدولة الإسلامية، واعتبروا أنها مدنية، أي أنها تحكم بالدين، ولكن ليست هناك قداسة للأشخاص. إشكاليتهم هناك عندما كانوا ينتقدون الأشخاص، فهو يعتبر ينتقد الإله عندما ينتقد القسيس أو ينتقد غيره. من هذا المنطلق اعتبر أن الدولة الدينية مفروض أن تنفصل عن الدولة، وأرادوا أن ينطلقوا إلى الدولة المدنية. عندما كان يأتي مثلا لويس السادس عشر على سبيل المثال، هذا مجرد مثال، في فرنسا يقول أنا القانون والقانون أنا، فطبعا هذا كان مزعج لكافة المفكرين السياسيين، من جان جاك روسو، من هوبز، هذا كثير من الفلاسفة، جون لوك، هذا الفلاسفة الكبار الذين على أساسهم نشأت الدولة المدنية الحديثة التي جاءت بما يسمى العقد الاجتماعي. الآن أوصلك إلى أين نحن. والعقد الاجتماعي هو معناه الدستور، الدستور، أن تصل الأمم إلى مجموعة من القواعد العامة التي يتفق عليها كافة أبناء الشعب بطريقة أو بأخرى، طريقة الاتفاق فيها، والتي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. كيف يمكن للحاكم، كيف أن يعين الحاكم، كيف يعزل الحاكم، ما هي صلاحيات الحاكم، ما هي السيادة التي يمتلك الحاكم، أين سيادة الشعب، ما هي إرادة الشعب. هذا هو المقصود بالدولة المدنية الحديثة، أي أن الجميع يحتكم للدستور والقانون. هذه هي الدولة المدنية. لا يقصد فيها أنه ما يكونش مثلا على سبيل المثال البعض يعتقد أنه العسكري، صح العسكري يتعامل معه، ولكن إذا أراد أن يدخل في العمل المدني عليه أن يستقيل من المؤسسة العسكرية، ومن حقه أن يترشح، ومن حقه أن يشارك في الحياة المدنية الطبيعية. إذن باختصار الدولة المدنية هو أنها تحكم بالقانون، واعتبار أن الناس سواسية أمام القانون، واعتبار أن العدالة نافذة على كل فرد في المجتمع. لا توجد هذا أيضا في رؤى الإصلاح، هذا الرؤية اللي قدمها الإصلاح. أنا أقول نعم، يعني هذه هي. إذن أولا قبل أن حتى أنت ذكرت كلمة إسلامية، مرجعية إسلامية، إذن فهذه التفاصيل الصغيرة التي يجب أن نتنبه إليها، ماذا نقصد بالدولة المدنية الحديثة؟ هي ليس لا يعنى فيها على الإطلاق، لا يعنى فيها على الإطلاق، لا يعنى فيها على الإطلاق إنه الدولة العلمانية كمان هذا أريد أدخل على التفاصيل. الدولة العلمانية شيء ثاني، الدولة العلمانية الثانية فصل الدين عن الدولة، وهذا شيء آخر. هذا أريد منك تفاصيل محددة، ولكن دعنا في البداية نأخذ نقاط كملخص سريع. ما هي الدولة المدنية الحديثة حتى نعرفها؟ أي أن يكون هناك دستور ضابط لحياة المجتمع، يحترمه رئيس الدولة ومسؤولي الدولة ومؤسسات الدولة، سواء كانت هذه المؤسسات عسكرية أو كانت مؤسسات مدنية، يلتزم الجميع بهذا الدستور، والاعتداء على هذا الدستور يعتبر اعتداء على سيادة الشعب، لأن الشعب هو الذي يقر الدساتير، لأنه دائما الشعوب هي التي تستفتع على الدساتير فتكرها. ولذلك عندما البعض يعتقد أنه عندما جاءت ثورة الشباب، هي كانت ثورة على، هي لم تكن ثورة على الدستور بالأساس، ولم تسجل فيها، ولم يكن فيها هدف. صح، كان في هدف إصلاحات، إجراء إصلاحات دستورية. لماذا نجري إصلاحات دستورية؟ حتى لا تركز السلطة بيد أطراف في النظام السياسي، من خلال هذا تركيز السلطة وأدوات السلطة والثروة بيد أطراف معينة، من هنا يأتي عملية الاستبداد، الاستبداد السياسي واستغلال الثروات وصرفها في مناطق غير المناطق المعهود لها دستوريا وقانونيا. أيضا بالنسبة للإصلاح، لا أدخل يعني حتى لا نتحدث في الفلسفة كثيرا وفي الجانب الفلسفي، أولا ليس الإصلاح الوحيد الذي تحدث بأن الشريعة الإسلامية هي، يعني هذا يدل على الفهم، أنا أريد هنا أقول هي المصدر، أن الدولة اليمن دولة عربية إسلامية، هذه الرؤية اللي قدمها الإصلاح. نعم أيوه. وأن دين الدولة الإسلام، وأن اللغة العربية هي
لغة هذا الشعب وهي اللغة الرسمية لهذا الشعب وهو جزء يعني. والشعب اليمني هكذا التفاصيل، الشعب اليمن جزء من الأمة العربية والإسلامية، ولا اليمن دولة عربية إسلامية، والشعب اليمني جزء من أمته العربية والإسلامية. إذن تحديد الهوية وتوصيفها توصيفا دقيقا تاريخيا حضاريا اجتماعيا ثقافيا وضعت النقاط على الحروف فيما جاء في الإصلاح. حتى نكون منصفين للآخرين، لم يكن الإصلاح الذي فقط حدد هذه الصفات التي ذكرتها لك من حيث الهوية، هوية الدولة أنها عربية وأنها إسلامية وأن دين الدولة الإسلام وأن دولة إسلامية وجزء من الأمة الإسلامية والأمة العربية وأن لغتها العربية، وأن أيضا مصادر التشريع وسنأتي إليها أن الشريعة الإسلامية هي مصدر كافة التشريعات جميع التشريعات. إذا كان الإصلاح قدم هذا وذكر في تحليل الرؤية التي ذكرها، وأنه أيضا لديه في هوية الدولة أن هذه الدولة التي نصفها بأنها عربية وإسلامية ونصفها بأن الشعب اليمني الجزء لا يتجزأ من أمة العربية، وعندما أيضا وصف بأن اليمن كل لا يتجزأ وغير قابل للتجزئة ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أرض اليمن ووحدة اليمن، هذه الصفات التي ذكرها الإصلاح في هويته هي صفات حقيقية أنزلها على واقع الدولة اليمنية التي نعيش فيها اليوم، اليمن التي يعيش فيها الشعب اليمني اليوم. قد يكون القلق ليس بالتوصيف دكتور، اسمح لي أكمل فقط، تفضل. ربما يكون القلق ليس في التوصيف وإنما مما بعد ذلك، يعني هناك من يرى أنه هي الدولة إسلامية، الجميع لا يختلف، الشعب مسلم، الجميع لا يختلف في كون هويته ذلك، ولكن ربما يكمن القلق فيما سوف يصدر من تشريعات في ظل الشريعة، يعني قول الشريعة الإسلامية، ما هي الشريعة الإسلامية على ضوء اختلاف بعض الفئات الموجودة أو اختلاف الرؤى حول تفسير بعض القضايا واختلاف أيضا في الفكر الإسلامي، فبالتالي ما هي الشريعة الإسلامية التي يفترض أن تحكم الجميع؟ أنا أقول أولا نحن الآن نتكلم في هوية الدولة، في الهوية أول توصيف ما هي هذه الدولة. كل دولة في هذا العالم تنتمي إلى أمتها، فرنسا عندما تأتي في دولة دولة أوروبية، ولذلك عندما تذهب في علاقاتها السياسية داخل أوروبا في علاقات دخلت في الاتحاد الأوروبي، في الاتحاد الأوروبي. اليمن هي دولة عربية ولذلك دخلت في إطار الجامعة العربية، ما يمكنش أنك تجيب جنوب أفريقيا تدخلها في الجامعة العربية أو تجيب تنزانيا تدخلها في الجامعة العربية، يعني ما تركبش، ولا تأخذ اليمن تدخلها في الاتحاد الأوروبي. ممكن اليمن دخلت الأمم المتحدة، لكن هذه المنظمة جمعت كافة دول العالم، هنا مجال. لذلك التوصيف أولا الدولة الانتماء، انتماء هذه الدولة كرسالة للعالم في تكتلها في تعاملها، من الأقرب إليها، من التنسيق، المصالح المشتركة المباشرة، يعني بمعنى آخر المصالح المشتركة بين اليمن أيهما أبدأ، مصالح اليمن المشتركة بين اليمن مثلا والأردن، اليمن والسودان ولا اليمن وبلغاريا، يعني لكن بلغاريا وفرنسا ولا بلغاريا والجزائر بهذا المعنى. إذن للتشريع فأن نحدد أن اليمن دولة عربية فهذا طبيعي، حتى هي رسالة ليست رسالة فقط محلية، هي أيضا رسالة إقليمية ورسالة للعالم أجمع أننا جزء من هذه الأمة، أي مصالح هذه الأمة هي مصالحنا، وما تصاب به هذه الأمة يصيبنا، ومصالح اليمن هي مصالح هذه الأمة، وأيضا ما يصيب اليمن هو ينعكس على هذه الأمة، نحن كل لا يتجزأ. هذه النقطة الأولى. أيضا لما قلنا الدولة دولة إسلامية هو أيضا انتمينا إلى البعد الآخر، البعد الإسلامي الكبير، ولذلك في الدولة الإسلامية فرنسا ليست عضو في منظمة التعاون الإسلامي، أمريكا ليست عضو في مؤتمر التعاون الإسلامي، إذا حصرت هذه المنظمة، هناك 57 دولة إسلامية التي دينها الإسلام، التي توصف في دستورها بأن دينها الإسلام، إذا من حقها أن تنتمي إلى هذا التكتل الإسلامي الذي ينسق ويرتب ويعيد التنسيق في قضية المصالح المشتركة والمتبادلة بين الأطراف. قضية التطبيق كيف، هذا شيء آخر ننتقل إليه، هذه النقطة الأولى أو في قضية التوصيف. لكن اليمن أو المبادرة حق الإصلاح وهي كانت فارقة واختلفت أيضا عن ما تقدمت به كثير، بل أستطيع أجزم كافة الأحزاب السياسية، أنه الإصلاح رسم لنفسه ثلاث دوائر. الدائرة الأولى أنه جزء لا يتجزأ من أمته العربية،
اللي هي المجتمع اليمني، يتحدث عن المجتمع اليمني عن اليمن. الدائرة الثانية أن اليمن جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية وهي دولة إسلامية، لكن الدولة الثالثة هو جزء من الإنسانية جمعاء. فتح دائرة ثالثة، أي أنه لن ينغلق في سياساته، ولا يدعو اليمن أن تنغلق في سياساتها على أمتها العربية الإسلامية ثم تنكمل. إذن كيف تعطيتم مع المواثيق التي تم اتفاق معها دوليا فيما يخص الجنسية؟ لم نصل بعد إلى هذه النقطة التي أنت تتحدثين إليها. نحن لازلنا في الهوية وتقريبا تناقشنا فيها، والآن اليوم من أمس واليوم انتقلنا إلى مرحلة جديدة اللي هو شكل الدولة، والإصلاح ستنزل إن شاء الله يوم السبت. كل تقريبا كافة الأحزاب قد قدموا شكل الدولة، لكن إن شاء الله يوم السبت الإصلاح سينزل أيضا برنامجه في شكل الدولة، وهذا برنامج ثاني وله صفات أخرى. نحن أنت كما قلت لي نحن نركز هنا على هوية الدولة، وهذه الهوية منها تنطلق كافة القضايا، ومنها نأتي إلى كافة التفاصيل. الجميل في تحليل الإصلاح أو في الرؤية التي قدمها الإصلاح أنه أضاف بعض الصفات لهوية الدولة هذه المرة في الرؤية، أنها تكون ديمقراطية وأنها تؤمن بالعدالة، هذه الدولة اليمنية، العدالة، المساواة، مساواة الجميع أمام القانون. أيضا لما لم يذكر مصطلح الحديثة؟ الحديثة لأن احنا بنتكلم عن دستور، احنا ممكن نتكلم لك على كل شيء تريديه عند التفاصيل، ما يعني هذه الكلمه ليست مشكله بحد ذاتها. هناك الحين انا بس اختصر لك اختصار. نحن في الاصلاح قدمنا رؤيه تكونت من 3 صفحات، طبعا من صفحات كثيره، لكن في الاخير اختزلت الى 3 نقاط. ان اليمن، الدولة اليمنية هي دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها. هذا هو التوصيف الأول. طبعا أنت بتطرح عناوين، لكن عندما ننتقل للأسس الاجتماعية، عندما ننتقل إلى الأسس الثقافية، عندما ننتقل إلى الأسس الاقتصادية، عندما ننتقل إلى السلطات التشريعية، هناك تأتي تفاصيل كثيرة أخرى. نحن الآن نضع الأسس الأولى ويعني رأس الهرم، لم ننزل إلى القاعدة بعد. الجميع يعني نضع اللبنة الأولى في رأس الهرم التي يضع باعتبار أنها قائد لبقية التشريعات. ثم وبالمناسبة تجمع الحزب الاشتراكي صاغ رؤيته كما صاغها الإصلاح، مع أن كل منهم صاغها بطريقة أخرى. الناصري نفس الشيء، المؤتمر الشعبي نفس الشيء، حزب الرشاد نفس الشيء. يعني ليش؟ لأن هناك جامع، هذا شعب اليمني كما قلت أنت قبل قليل، هذا شعب عربي، شعب مسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العرب من قحطان، وقحطان من أين؟ من اليمن. العرب من قحطان، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقحطان من اليمن، فاليمن أصل العرب، فلا بد أن اليمن تكتب أنها دولة عربية. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية. فلا يجوز أن نقول أنها دولة إسلامية. يعني هذه نياشين مكتوبة، هذه نياشين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لشعب اليمن كله، ما هي للإصلاح ولا هي للاشتراكي ولا هي للمؤتمر ولا هي لمحافظة تعز ولا محافظة المكلا أو محافظة إب أو محافظة، هذه لأبناء اليمن. الإيمان يمان والحكمة يمانية. إذا هذا التوصيف الهوية، رسالتنا رسالة الإصلاح ورسالة بقية الأحزاب الحقيقة في إجماع. أستطيع أقول أن هناك شبه إجماع، لا أؤكد 100%، لكن الأحزاب اللي أذكرها لك الآن، المؤتمر الشعبي العام، الحزب الاشتراكي، الحزب الناصري، حزب الرشاد، التجمع اليمني للإصلاح، يعني كان بالنسبة لهم هذا الأساس فيصل أنها دولة. حزب العدالة أيضا، يعني الحزب القومي الاجتماعي، حزب البعث العربي الاشتراكي، يعني وهذه كلها أحزاب كلها حديثة. أنت عندما تتحدث عن الحزبية في اليمن أو حتى في العالم العربي والعالم الإسلامي، عمرها قد لا تتجاوز في اليمن، لم تتجاوز كحزبية متعددة، لا تتجاوز 30 سنة و25 سنة، وفي أقصاها في بعض المناطق العربية لم تصل إلى 50 سنة، ورغم ذلك ظلت 50 سنة تحت إطار تجربة الحزب الواحد، أي المستبد الواحد. هي في الأخير حزب واحد، لكن في الأخير على رأس هذا الحزب مستبد واحد وسلطة واحدة. لكن على ذكر الأحزاب، لما لم تقدموا لقاء مشترك رؤية موحدة؟ الحقيقة شوفي، المشترك أنا قدم هذه الرؤى، هناك تنسيق في كثير المواقف القادمة إن شاء الله، ونحن ماضون في هذا الطريق. لكن قبل أن الأفكار نذهب إليها، ثم وضعت، طيب أنت تقول أو هذه الأحزاب تقول أن اليمن دولة عربية إسلامية،
طيب وماذا بعد؟ ما يعني ذلك؟ يعني ذلك التشريع. طيب إذا كنت أنت بتقول عربي وتقول إسلامي، ما معناه؟ وأن دين الدولة الإسلام، معناه أن اللغة العربية لازم تكون هي لغة الدولة الرسمية، وهي لغة المؤسسات، لغة الجامعات، هذا هو معنى لغة الدولة الرسمية. هناك من أحد الأطراف السياسية قال أن اللغة العربية الرسمية هي العربية، وهناك لغتين ثانوية قدم في حقها الأوراق اللي هي الإنجليزية والفرنسية، وشيء جميل، هذه آراء الناس، والآن كل الناس يطرحوا. لكن تعالي إلى التوصيف الثالث الذي ضبط الهوية، كيف تنطلق، كيف ننطلق من الهوية إلى بقية التفاصيل التي أنت أسئلتك الحقيقة مركزة ودقيقة، أن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين جميعا. هذا الضابط، هذا الضابط الدقيق هي توضيح لشعبنا اليمني. نحن في الأخير هو حتى مهما اتفقنا، نحن مهما اتفقوا الأحزاب السياسية، الحوار الوطني، ايش ما وصلوا إليه، أي قرارات تصل، هي في الأخير ستعرض على الشعب، والشعب اليمني سيستفتى فيها، فيستطيع يقول نعم أنا موافق عليها، ويستطيع يقول لا. وهناك من يقول أن هذا الشعب الذي لا يطبق حكم الله أن هناك من يقول أن الشعب هذا الذي لا يطبق حكم الله حتى في حياته، وربما يعني في قضايا الثأر وغيرها، بالتالي هو ربما يختار حكم الله لكن هو حقيقة لا يطبقه. أنا أقول لك بصراحة، أقول لك بصراحة أن القضية هنا ليست بالمعنى التي أنت تقولي، أنت تتكلمي على الذي لا يطبق شرع الله. كم هم الذين لا يطبقون شرع الله داخل هذا المجتمع اليمني؟ 5، وبعضهم لا يطبق شرع الله عن جهل، هو بيعتبر أن الثأر هذه بطولة وشجاعة، وهذا غلط، أنا أتفق معك. عندما هو يعتبر أن العصبية هذه شجاعة وهذه بطولة، وهذا جهل، جهل. في الأخير هي العصبية هي منبوذة في الإسلام، الثأر منبوذ في الإسلام، هناك تشريع رباني قائم الناس جميعا، والدستور والقانون يفصل الطريقة التي يصل فيها الناس إلى المساواة، ويصلوا فيها إلى العدالة، ويصلوا فيها في الحقوق. إشكاليتنا الحقيقة هي الثورة جاءت ليش؟ سواء ثورة 26 سبتمبر أو حتى ثورة 14 وإن كانت على الاستعمار أيضا، أو حتى الثورة الشبابية الشعبية السلمية، هي جاءت لماذا؟ لأنه الدستور والقوانين كلها مجمدة، لا تنفذ ولا تطبق، وإن طبقت تطبق على الضعيف، تطبق على الذي ليس له نفوذ داخل هذه الدولة. ابتداء تبدأ من المدرسة وتنتهي بالمستشفى وتنتهي في الوظيفة العليا في الدولة، هذه القضايا كلها نعاني منها في المجتمع اليمني. لكن نحن الآن ننطلق في أسس جديدة، في بناء دستور جديد يلزمنا ونوجد فيه المواد الأساسية أو الأسس الرئيسية التي من خلالها تلزم الجميع بتنفيذ هذا الدستور واحترام الدستور وتنفيذ القانون، ولا توجد هناك سيطرة على الدستور، لا حزب يستطيع أن يسيطر على الشعب، ولا في حاكم يستطيع أن يسيطر على الشعب، ولا فئة سياسية ولا شريحة اجتماعية. الشعب اليمني له ضابط، هذا الدستور الذي سيستفتى فيه إن شاء الله في المستقبل، وإن شاء الله إذا نجحت المحاولات التي نمضي بها، وفي الأخير تنضبط العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل والثقافية بين أبناء الشعب اليمني، وأيضا التربية الدينية، هذه هي مسؤولية التربية، وزارة التربية، التعليم، يعني هذه جانب آخر، وكل المجتمعات أيضا تعاني فيها كثير من المشاكل. كما نفس الشيء فيما يخص بالاتفاقية، بلا شك أن المجتمع الدولي، أن احنا لازلنا لحد الان في الهوية، انا لا اريد ان استبق الاحداث، لكن اعطنا حدث يعني استباقيا انا لا اريد ان استبق، نحن الان في الهوية ان شاء الله. لا هو كمان انا معي سؤال عن هوية الدولة، يعني عن شكل الدولة اللي افترض. انتهينا، فانا اقول اذا هوية الدولة انتهينا منها، طرحناها وكل كشف اوراقه، وهناك من قدم وقال لا، لا أنا كلمت، أنا أعطيتك صفات وقلت لك حزب الرشاد، وقلت لك الاشتراكي والناصري والإصلاح والمؤتمر، وضعوا وثائقهم الرسمية، أخرجوها من تحت الطاولة ووضعوها أمام المتحاورين، وقالوا نحن هذه الصفات أو هذه الهوية الدولة، كيف نعرف هوية الدولة؟ وبطبيعة الحال هذه أحزاب موجودة في الساحة السياسية اليمنية، وأجمعوا على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين أو مصدر التشريع الجميع. ممكن أن نسمع في آرائهم في الحوار عبر الاستطلاع؟ تفضل. أدعوك المشاهدين، إذا الاستطلاع جاهز أدعوك المشاهدين لمشاهدة هذا الاستطلاع حول آراء
في المؤتمر الحوار الوطني حول رؤيتهم لهوية الدولة. العجيب في رؤية التجمع اليمني للإصلاح أنها لاقت قبولا عند كثير من المكونات والأحزاب، وقد حصل نوع من الانسجام بين رؤية الإصلاح مع الناصري، مع البعثي، مع الاشتراكي، مع حزب الرشاد السلفي، وتوافقت جميعها على الحفاظ على الثلاث المواد في الدستور الحالي، المادة الأولى والمادة الثانية والمادة الثالثة، وهي إبراز هوية اليمن بأنه دولة عربية إسلامية لا يجوز التنازل عن جزء منها، وأن مصدر التشريع فيها هي الشريعة الإسلامية المصدر لجميع التشريعات. في هوية الدولة كان هناك اتفاق على المبادئ الأساسية في هوية الدولة بين مختلف المكونات، فيما تصور البعض أنه يمكن أن يحدث خلاف فيما يتصل بقضية الشريعة وغيرها. أعتقد أن هذه المسألة تم تجاوزها، وأكد الناس بأنها أن هذه ليست هي القضية. القضية كيف نبني دولة مدنية عصرية حديثة ديمقراطية، وليست الخلاف حول الأسس العامة للدولة التي تجمع اليمنيين. نحن ندير نقاشات، هذه النقاشات ليست هي قرارات حاسمة ولا نهائية أو شيء، لأنه بعد شهرين ممكن بندخل بأمور أخرى، لكن الآن كلها عبارة عن فرز لكل واحد إيش رأيه في هذا الموضوع. إذن خاصة فيما يتعلق بهذين الأمرين أو بهذين المفهومين، ننتظر ما ستنتهي إليه القضية الجنوبية، لأنه لو حسبنا نحن الشكل أو هوية والقضية الجنوبية أفضت إلى حلها، أفضى حلها إلى موضوع آخر، فأكيد سنعيد النظر في ذلك. تقدمت رؤى، كل من مقدمي الرؤى كان يقدم رؤاه فقط ويسكت، ولا يوجد حتى تبريرات وتحليلات لما هو قائم، لم تناقش الرؤى، وهذا هو المنهج، لأنه في الخطة العمل التي كانت لفريق بناء الدولة أنه يتم أولا التقييم للوضع الماضي ووضع رؤى للمستقبل، ثم تتم عملية النقاش. اليوم طرح الرؤى حول شكل الدولة، وبالتالي انقسمت الرؤى المطروحة ما بين توصيف سياسي للوضع ما كان قائما والإشكال القائم، وبين رؤى تضع مبادئ أساسية لكيفية شكل الدولة، لكن لم تكن هنالك رؤى لشكل الدولة بشكل واضح تعالج فيها الإشكاليات اللي كانت قائمة من شكل الدولة القائم، وكيف هي الميزات لشكل الدولة المقترح. يعاد النظر في الشكل القائم للدولة، الشكل المركزي شديد المركزية، الدولة البسيطة، وننتقل إلى شكل آخر يمكن أن يحظى باتفاق الجميع في اليمن، ويمكن أن يحقق المشاركة الفعلية لكل أجزاء اليمن. وأشير تحديدا هنا إلى الجنوب بعد هذه الحركة العظيمة التي قامت في الشعبية العظيمة المسمى الحراك السلمي، ولا بد للجنوب أن يأخذ مكانه، يأخذ وضعه في إطار أي دولة، ويأخذ رأيه في كل ما يقرر لمصير اليمن. فالشعب مسلم، دينه الإسلام، ولا خلاف. هل في هذا خلاف؟ لا خلاف. لغته العربية، وليس له يعني فخر بأكثر من هذه اللغة العربية، ويعتبر لغة القرآن، وهي ما نعتز بها على الدوام. إذن فشعبنا مسلم ولغته اللغة العربية، وبالتالي فهويته ورؤيته وحياته وسلوكه إسلامي، ما فيش إشكال في ذلك. ولهذا شكرا لكم أعزائي المشاهدين لمتابعتكم لهذا الاستطلاع من قاعات أو فندق موفنبيك حيث مؤتمر الحوار الوطني، لأنه ممكن أنا أناقشك حول آراء الناس وآراء المؤتمرين هناك، ولكن معي على الخط اتصال هاتفي الشيخ عبد الوهاب الحميقاني أمين عام حزب الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، ما هو تقييمكم أو ما لفت انتباهكم في الرؤية المقدمة من التجمع اليمني للإصلاح؟ والله على العموم يعني الإخوة في التجمع اليمني للإصلاح
قدموا رؤية في هوية الدولة، وأما رؤية شكل الدولة فلم تزل بعد، ربما أنهم سيقدموها يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. بالنسبة لرؤية التجمع اليمني للإصلاح في هوية الدولة التي قدموها، هي لم تخرج عن السياق والنسق العام لمعظم القوى والمكونات السياسية في مؤتمر الحوار، سواء من الحزب الرشاد، من التنظيم الناصري، من الحزب الاشتراكي، من بعض مكونات الشباب، بعض مكونات المجتمع المدني، يكاد يكون محل اتفاق على إسلامية الدولة وعربيتها، وعلى لغتها الرسمية العربية، وعلى أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. فهي لم تخرج عن الوفاق العام الوطني، وأيضا هي حقيقة هي هوية الشعب اليمني التي لا يملك حزب أو كيان سياسي أن يغير فيها، وإنما علينا كمكونات سياسية أن نصبغ الدولة بهوية الشعب. إذن ما هي مواطن الخلاف؟ والله حقيقة أنا أقول أن جل المكونات ليس بينها خلاف، لكن أنا أتعجب بعض المداخلات الذي سمعتها الآن من بعض الاستطلاعات الرأي الذي أتيتم بها. يقول نحن شعب مسلم، بعض المداخلين مع تقديري للمتحدث، نحن شعب مسلم وشعب عربي وكذا. نحن في مؤتمر الحوار الوطني وفي فريق بناء الدولة لم نجتمع لصياغة هوية الشعب اليمني. الشعب اليمني لا يحتاج مني ولا من أي حزب أن نثبت إسلامية وعربيته. نحن اجتمعنا لإثبات هوية الدولة. النقاش في مؤتمر حوار الوطني هو حول هوية الدولة، وليس حول هوية الشعب اليمني. الشعب اليمني شعب عربي مسلم، يعني ما يحتاج إلى نثبت هويته وانبياء. هوية الدولة نقطة النزاع، هل تكون هوية الدولة هي هوية الشعب كما يقرره العقل والمنطق والشرع والعرف الدول والذي عليه معظم القوى السياسية، أو نفصل هوية الدولة عن هوية الشعب كما تقول بعض القوى أن الشعب مسلم ومش داعي أن تكون الدولة مسلمة؟ ما دام الشعب مسلم تكون دولته نصفها بماذا؟ يهودية ولا نصرانية ولا عبودية ولا؟ إذا كان بريطانيا في دستورها العرفي تشترط رأس الدولة والملك أن يكون من الكنيسة الإنجيلية، وأن يكون كذا الدستور الهولندي، الدستور اليوناني، الدستور كثير من دساتير العالم تثبت ديانتها وديانة الدولة، يعني مش ديانة الشعب. شكرا جزيلا لك، اتضحت الصورة. الشيخ عبد الوهاب الحميقاني، أمين عام حزب الرشاد وعضو مؤتمر الحوار الوطني، شكرا جزيلا لك. دكتور، أكيد سأناقش معك أكيد بعض آراء المستطلعين الذي أخذنا منهم الاستطلاع، ولكن الآن فيما يخص حديث الشيخ، لم يختلف الجميع عن هوية الدولة أو يعني هوية الشعب نفسه، ولكن ربما القلق هو الآن ما هو التوصيف الحقيقي للشريعة الإسلامية؟ هل سوف يتفق الآن الإصلاح مع السلفي، مع الزيدي، مع الحوثي، مع الإسماعيلي، مع الاثنى عشري؟ يعني هذه المذاهب المختلفة التي ربما هناك تفاصيل جد مختلفة في أفكارهم وغيرها، فما هي هوية الإسلامية التي سوف نتحدث عنها والتشريع التي سوف تكون الدولة مبنية عليه؟ لا، أنا أعود مرة ثانية وأقول لك، لم نخوض بالتفاصيل بعد، لم نأخذ بالتفاصيل. نحن الآن لازلنا كما قال بعض المتحدثين أننا وضعنا آراءنا، كل واحد قدم رأيه، والذي سينطلق منه أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريعات جميعا. هناك من قال بأن الشريعة على أساس هذا الاتجاه اللي أنت تقولينه مصدر رئيسي للتشريع، وهناك من قال أن الشريعة الإسلامية مصدر أساس للتشريع. ولكن الحقيقة عندما طرحت وعندما تناقشنا معهم وجدنا نوع من يعني رغبتهم بأن يذهبون إلى ما هو أعلى، بأن الشريعة الإسلامية باعتبار أنهم يتحدثون عن شعب ولا يتحدثون عن أفراد أو أحزاب محدودة. أولا، هذه النقطة الأولى الأساسية الرئيسية. الشريعة الإسلامية لدينا كتاب الله ولدينا سنة رسول الله، وهي جامعة للجميع، والكتاب الله جامع للجميع. لا أحد يستطيع، لم تجدي في أمريكا أو في الهند
أو في باكستان أو في الصين أو في اليمن من يقول أن هذا ليس كتاب الله. مختلفين في التفسير. لو سمحتي. وفي التأويل. علي حال. عندما نقول كتاب الله مرجع لنا هو مرجع لكل هذه الفئات التي أنت تحدثت عنها. حديث رسول الله مجمع ومسجلة وأنت تعلمين وأنا أعلم والشعب وكثير علماءنا يعلمون ذلك. كم جلد كم كان يستمر رواة الحديث وهم يذهبون ويسافرون شهور لكي بل سنين في بعض الأحيان لكي يتأكدوا من مصداقية كلمة أو حرف واو عطف في هذا الحديث سواء قولا أو فعلا أو إقرارا. بالنسبة للحديث لأنه سنة رسول الله قول أو فعل أو إقرار يقر شيء فيعتبروا أنه هذا أقره رسول الله فينطلقوا. فأنا أقول هذه جامعة للشعب اليمني وهذه جامعة بل حتى لأمتنا الإسلامية بل هي جامعة لأمتنا العربية وهي ليست مفروض الشعب اليمني بيأخذها إرادة كإرادة رغبة. هو يقول احكمني احكمني بشريعة الله. أي مواطن يمني يقول بيني وبينك شريعة الله. ما بتسمعي هذا حتى هم بيتضربوا في الشارع أو يختلفوا على مال أو يختلفوا في أي قضية من القضايا أو حتى في العلاقات الجامعية الاجتماعية الأب وابنه والزوج وزوجته بيني وبينك حكم الله. هذا الذي نسمعه دائما. إذن فشريعة الله هي معلومة لكن للأسف الشديد نحن لا هناك بعد الغزو الاستعماري الذي غزا أمتنا العربية وهنا دعيني أقرر لك شيء وهو مهم حتى يلفت الانتباه لشعبنا ولأمتنا العربية والإسلامية. كافة وأنا أقول كافة الدول العربية سقطت تحت الاستعمار باستثناء اليمن والمحميات في الجنوب اللي كانت محميات في جنوب اليمن وعدن كان لها وضع استثنائي مع بريطانيا أما الباقي كانت محميات والمحميات هذا معروف في العلاقات الدولية أنه ليس استعمارا كليا. وأيضا المملكة العربية السعودية بقية دول العراق فلسطين سوريا لبنان مصر السودان الصومال جيبوتي جزر القمر موريتانيا المغرب تونس الجزائر ليبيا الكويت الإمارات بحرين قطر عمان هذه كلها سقطت. العراق كلها سقطت تحت وفلسطين عزها لا زالت إلى اليوم تحت. فتأثرت هذه الموجة الثقافية والموجة الاستعمارية. بالنسبة للعالم الإسلامي أيضا لم يعني إضافة إلى اليمن والسعودية فقط أفغانستان ثلاث دول التي لم تستعمر 57 دولة إسلامية خضعت للاستعمار. وعندما نقول خضعت للاستعمار وهي عندما نقول لها خضعت الاستعمار نتحدث عن خضوع بعضها لمئة عام وبعضها لمئة وخمسين عام وبعضها لثمانين عام. ليس مجال التفصيل كم كل دولة تم استعمارها لكن هذه تعطيك صورة أن هذه الأمة تأثرت بموجة استعمارية ظالمة حتى حاولت هذه الموجة لا مش فقط تغير الدين ولا تغير التاريخ بل تغير اللغة حتى اللغة. وأعتقد يعني أي إنسان يتابع ما الذي حصل في شمال أفريقيا يدرك عندما يجد أن إخواننا فرضوا اللغة عندما قامت الثورات العربية في الجزائر وفي تونس وفي غيرها من المناطق عادوا اللغة العربية من جديد وإلا كان الكل يتحدث باللغة الفرنسية أضافوا حتى اللغة الفرنسية. فأنا أقول عندما نتحدث نحن هنا عن هوية الدولة وعن شريعة لنا الشريعة الإسلامية بأنها المرجع هي مرجع للجميع. هي مرجع على منصور الزنداني كما هي مرجع على سين من الناس وعلى فاد من الآخرين يعني لأنه حكم إلهي حكم رباني وهي دين الشعب اليمني. هذا اللي نقوله قضية هل الدين الإسلامي كان حجر عثرة أمام تطورات الحياة أمام المرور قانون المرور؟ لا. الشريعة الإسلامية عندها قواعد عامة لا ضرر ولا ضرار أي شيء فيه مصلحة الإنسان اعمل به طالما لا يوجد فيه نص طالما لا يوجد نص. إذن قد ربما يكون بمعنى عمل على التطبيق بمعنى آخر الفهم. بمعنى آخر يعني الأقليات التي أنت تتحدثين عنها على مستوى الدولة الإسلامية عندما وجدت الدولة الإسلامية قريب يعني إلى عام 1918 كانت الدولة الإسلامية ممثلة بالدولة العثمانية طبعا كان هناك أقليات يهودية وأقليات مسيحية في مصر في سوريا في لبنان في العراق في ليبيا في المغرب هذه أقليات كانت موجودة
لكنها كانت تعيش وتعيش ضمن هذه الدولة وتأخذ مكانها إطار هذه الدولة وتحتكم في شؤونها الخاصة في الشؤون المدنية الخاصة بها وفقا لأحكامها الشرعية. لكن بالنسبة لنا في اليمن، الشعب اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى من أكثر شعوب العالم تجانسا، من أكثر شعوب العالم متوحدا في لغته وفي عقدته وفي تاريخه وفي حاضره وفي أيضا آماله وتطلعاته إن شاء الله المستقبلية. فلأنك تجدي حتى في بعض الدول العربية تجدي 10% من السكان مثلا بأصول أفريقية، 15 والباقي 70% أو 80% أصول عربية. تجدي في بعض الدول العربية 50% مسيحيين و 50% مسلمين، الحمد لله هذه ليست موجودة تجدي لدينا في اليمن. تجدي في بعض الدول العربية 10% من المسيحيين و 5% من اليهود و 85% من المسلمين، هذه ليست بفضل الله سبحانه وتعالى موجودة. ولذلك لا أعتقد أن هنالك قلق، والجاليات غير المسلمة عاشت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمين وأنا أعلم، ولا نريد أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه تحاكم مع يهوديا على درع أمام قاضي المسلم وحكم القاضي المسلم، مع أن علي بن أبي طالب كان على حق لكن لم يكن لديه شهود، لم يكن لديه شهود، وتحاكم مع هذا القاضي وحكم القاضي لليهودي وسلم علي بن أبي طالب بالحكم القضاء. القضاء الإسلامي بالمناسبة، قبل النهاية بالمناسبة، هناك كثير من الإشادات العالمية بالفقه الإسلامي وبالقضاء الإسلامي الذي مصدره الشريعة الإسلامية، وقد أدخلت الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي في عام 1948 كمرجع من المراجع للتنظيم العلاقات والتشريعات على مستوى العالم. ووقف الفقهاء القانونيون البريطانيون والفرنسيون والروسيون والأمريكيون وقالوا هذه الشريعة يجب أن تحترم في الأفكار القوانين التي جاءت، وهذا طبعا هي قوانين هي ربانية الذي خلق قانون من الله سبحانه وتعالى وليس من عندنا، وهو ينطبق كما طالبنا في قانون، هو ينطبق علي كما ينطبق عليك. إذن نحن محتاجين أنه نأخذ معك حلقة عن تطبيق الشريعة وكيف سوف يتم فيما يخص بالتفاصيل، لأنه اليوم كانت عن الهوية بشكل واضح ومركز، ولكن لأنه نحن قلنا سنتحدث عن شكل الدولة شكل الدولة سنتحدث عنها إن شاء الله لاحقا إن شاء الله لتقديم الرؤى، ولكن بشكل سريع فيما يخص الاستطلاع، رأيك بشكل سريع لأنه أكيد هناك من ينتظر رأيك فيما يخص ذلك. شوفي الاستطلاع، البعض ذكر بأن هذه رؤى لم يتم فيها الاتفاق حتى الآن، يعني لم يتم لكن الإصلاح قدم هذه رؤيته وهي مطروحة للنقاش، والاشتراكي قدم رؤيته والناصري قدم رؤيته وكلهم قدم رؤيته، لكن هي مطروحة للنقاش، ولا أعتقد أن أحد سيخالفها في هذه الهوية، هناك شبه إجماع أقول هالك بصدق. يعني في الأخير هما كلنا يمنيين. الجميل في هذه الرؤية أن كل التوصيفات ذكرت اسم الدولة، هذه مهمة أيضا، هذه مهمة، يقال هي مسلمات ولكن الجمهورية اليمنية ذكروا اسم الدولة باسم الجمهورية اليمنية. اليوم أقول لك تم نقاش واستكملت، لم يبقى فقط إن شاء الله الإصلاح إن شاء الله يوم السبت شكل الدولة، والحقيقة الكل تحدث على أساس أن الدولة واحدة، ولكن طريقة إدارة الدولة، هل هي فيدرالية، هل هي أقاليم، هل هي دولة بسيطة، هذا وضع يعني التجربة، لكن لم تقدم لنا ورقة تقول، ورقة رسمية لا من مكونات شبابية أو مجتمعية أو حزبية تقول أنه لابد أن تنقسم اليمن وتعود إلى دولتين، لم تقدم إلينا ورقة واستكملت الأوراق، وهذه كما قلت نعطيها بشرى ويعني نضعها أمام الجميع، وإن شاء الله نحن كيمنيون الشعب اليمني، أنا أطلب من هنا أن الشعب اليمني يتابع اليوم، اللجان بدأت تنزل اليوم، لجنة الجيش والأمن نزلت، بعد أسبوع أو 10 أيام ستنزل لجنة البناء والدستور وتلتقي مع كافة المختصين وتلتقي مع عموم الشعب اليمني لتأخذ آراءه في هذه القضايا، وعلى الشعب اليمني أن يكون أن يتابع وأن يشارك، لأننا نصنع مستقبل اليمن إن شاء الله، وهذا ما ينتظره الجميع، المستقبل الأفضل. شكرا جزيلا لك بروفيسور منصور الزنداني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة صنعاء، وأيضا رئيس كتلة الإصلاح في فريق بناء الدولة. شكرا جزيلا لك. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على مشاهدة هذه الفقرة في برنامج 10 و10، الحلقة حلقة الليلة. أيضا هناك محور آخر وهو عن عيد العمال، احتفاء نادر واضطهاد مستمر، بعد الفاصل ألقاكم.
مجددا مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الفقرة الثانية لحلقة الليلة. غدا الأول من مايو يوم العمال وعيدهم العالمي، يوم ينبغي ألا تشبهه بقية أيام العام بالنسبة لهم. يفترض أن يكون مفعما بمظاهرة شعبية تعبر عن الشكر والامتنان، متخم بمختلف فعاليات التكريم والتتويج. من المؤسف أن نرى في هذا اليوم عامل النظافة ملزما في الخدمة في يوم عيده، ومن المحزن أن نرى على الأرصفة وصفاء التقاعد ألوفا من أناس أفنوا أعمارهم في بناء وتعمير الوطن، في حمايته وحراسته وقيادته. أن ترى عامل بناء أو سباكا أو مهندسا أو طبيبا أو معلما أو مناضلا قديرا وقد طواهم النسيان وطمرهم الإهمال. أن ترى حقوقهم المعيشية والوظيفية مهملة، رواتبهم تخصم وخبراتهم تهمل ويطويها التجاهل والنسيان، بينما هم مستعدون لخدمة الوطن وإن طعنت فيهم السنون. لعل سلطة الوفاق رئاسة وحكومة مدعوة للتعامل مع عمال اليمن بمختلف تخصصاتهم ووظائفهم ومهنهم وحرفهم بكل إجلال وتقدير، تقديرا كرنفالي شعبي ورسمي يليق بمرحلة التغيير التي فتح بوابتها الشباب في فبراير وعمدها الشهداء بدمائهم الزكية. عن كيف نكرم العمال وما الذي ينبغي على الدولة اتخاذه لتقديرهم، مع صور من مشاهدة أو من مشاهد الكفاح المهني. يسرنا أن نستضيف في حلقات الليلة وفي هذه الفقرة تحديدا وفي الليلة وفي ليلة أو عشية الاحتفال بعيد العمال الواحد والأول من مايو، يسرني أن أستضيف هنا معي في الاستوديو الأستاذ محمد المرزوقي رئيس نقابة عمال البلديات وأيضا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال اليمن. مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. أدعوك أستاذ محمد وأدعو المشاهدين أولا لمشاهدة هذا التقرير. أعزائي المشاهدين، نشاهد هذا التقرير ثم أعود وإياكم للأستاذ محمد المرزوقي لمناقشة تفاصيل الموضوع. تحتفي اليمن مع دول العالم بالأول من مايو كل عام تكريما وتقديرا لما يبذله العمال بمختلف التخصصات والمهن والحرف والفنون. ومفردة العمل لا يقتصر على شريحة أو فئة معينة، بل يشمل كل من يعمل في بناء الوطن وإدارة شؤونه وحمايته وحراستها. وعليه فإن رث العمال يشمل عمال البناء والنظافة والهندسة والأمن والجيش والتعليم والقضاء والصحافة إلى آخره، المهن والحرف والوظائف التي تقوم بها نهضة الوطن وتعميره. تحاول حكومة الوفاق استعادة بعض الثقة مع بعض فئات العمل بالسعي تدريجيا لتحقيق مطالبهم المشروعة التي طالما تجاهلتها حكومات سابقة، حيث يجري تثبيت الآلاف من عمال النظافة، هذه الفئة التي ثارت مؤخرا في عهد التغيير وفرضت أهميتها الوطنية والمهنية. حتى رأينا قيادات الدولة يتسابقون أمام الكاميرات لحمل المكانس تعبيرا عن التضامن وتأكيدا للاحترام والتقدير الواجب لمنتسبي هذه الشريحة المهمة في حياتنا. لكن هناك أسئلة تفرض نفسها عن شرائح وفئات مهمة من عمال اليمن، فالآلاف من عمال الطرق والجسور والإعمار وأمثالهم في الموانئ والمؤسسات الخدمية كالكهرباء والمياه محرومون من حقوقهم الطبيعية في التأمينات الصحية والتثبيت، فلا يزال هناك الآلاف في هذا القطاع وغيره ممن أفنوا سنوات طويلة من أعمارهم لخدمة الوطن يعملون بالتعاقد وباليوميات وبالأجور المقطوعة، وضع لا يغني ولا يسمن في ظل الغلاء المشهود. لا ينبغي أن يقتصر احتفاؤنا رسميا وشعبيا بالعمال بمجرد عطلة يستثمرها غيرهم أكثر منهم، لابد أن يترجم هذا الاحتفاء بزيادات في الأجور وتثبيت للمتعاقدين الأقدم على الأقل،
وبإقرار وتنفيذ التأمين الصحي للعاملين في المجالات الخطرة. أن نكرم المتقاعدين من المعلمين والمهندسين والمناظرين وغيرهم، ونكرمهم أيضا. ألا ننسى من أصيب أو أعيق وهو يخدم الوطن. إن العمال من مختلف التخصصات لا يريدون أكثر من حقوقهم التي تحفظ لهم الاستقرار المعيشي والكرامة الإنسانية والتقدير لتاريخهم النظيف الناصع. لذا فإننا ننتظر من الرئيس هادي كبير عمال اليمن وخادمها الأول المزيد من قرارات الإنصاف والتكريم والتقدير لزملائه العمال في كل المجالات. بذلك فقط يمكننا كثوار التأكيد على جديتنا حينما نقول الشعب يريد بناء يمن جديد. وكل عام وأنتم يا كل عمال اليمن في خير وعافية واستقرار وسعادة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على متابعة هذا التقرير، وشكرا لمعديه وديع عطا. وكل عام والعمال بألف خير، وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله. أستاذ محمد، ما الذي يحتاجه العمال بالفعل في مثل هذا اليوم؟ أولا يحتاجه العمال في ذا اليوم التكريم الأول هو التثبيت والضمان الاجتماعي لكافة العاملين في الوطن اليمني. فعندما أكون أشتغل بالأجر اليومي لفترة ويكرمونا يعني مثلا في مناسبة هذا اليوم فما يقديش، يعني أنا أتكرم إلا إذا أولا أكون معي ضمان اجتماعي، تأمين صحي، يعني تثبيت يضمن لأسرتي وغيرهم يعني في الـ يعني في الـ في المرتبات في المستقبل، يعني في قصار يعني يتوفي الإنسان ومعه قصاره بالأجل اليوم ينقطع راتبه. فهذا مشروع، فالتكريم هو تكريم عيد العمال يعني العاملين المبرزين المجتهدين في يعني في العمل. فهو أول يوم غدا أولا بهذه المناسبة نتوجه بالشكر والتقدير وأجمل التهاني والتبريكات للأخ رئيس الجمهورية وللأخوة كافة العاملين في اليمن الوطن اليمني. وندعو على أساس أنه معنا يعني بالنسبة للعمال نظافة، طبعا لنا أكثر من 15 سنة وإحنا نطالب بالتثبيت، فحصلنا على قرار آخر يعني من حكومة الوفاق، والقرار لم يتنفذ يعني بالمطلوب بالشكل المطلوب، وإنما يعني دخلوا في بمساومة ومعايير وطولوا الوقت. الآن لنا يعني حوالي سنة وشوية ولم يتم تثبيت يعني لكافة العاملين، وإنما يعني في أمانة العاصمة يعني بدور الأخ الأمين ثبت 3000، بما أنه الباقي يعني 3000 عامل موظف يعني من الأشغال من المرافق ومن الصندوق النظافة ومن الحدائق والزراعة، هذول عدم لحتى الآن لم يتم تثبيتهم بما فيهم أمال من وكبار السن، بعض كبار السن لحتى الآن لم يتم معالجة المشكله حقهم. طب بالنسبه لاحتفاليه غدا، يعني هل لديكم على الاقل اذا لم يكن لديكم اجازه رسميه بحيث انه سوف يتم اخلال بالعمل داخل العاصمه او بقيه المدن، على الاقل هل لديكم اكراميه في مثل هذا اليوم الذين يعملون؟ مثل هذا اليوم طبعا يعني اكراميه هو يعني طلبوه الشؤون الاجتماعيه شخص من كل مرافق الدوله والقطاع العام والمختلط. طبعا احنا يعني بنكرم واحد بس، احنا يعني بالنسبة لأمانة العاصمة وقطاع النظافة خاصة احنا بعد هذا اليوم نعمل تكريم لعدد مجموعة من العاملين حوالي 200 عامل و يعني ايوه 200 عامل نكرمهم من 30000. طبعا العيد الاول الاخ امين العاصمة كرم يعني 200 من 30000، وكرم 3 سائقين من 500000 ريال مقابل انهم يعني محتفظين على المعدات، محافظين على المعدات حقهم ولا ذا. لاول مره يعني حدث في العيد الماضي كرم يعني 3 سائقين بمليون و500000، وهذه يعني لاول مره حدثت يعني في قطاع النظافه.
طبعا وفي ويمكن في المرافق الحكوميه كامل ما يكرموش يعني بدل التكريم، وانما الاخ الامين صراحه مبدي ويعمل يعني يخدم وطن، ما يخدمش حزب او يخدم يعني كما لاحظنا، وهو الذي يعني يعني متعاون مع عمال النظافه. باقي حقوقكم اللي باقي حقوقنا الضمان الاجتماعي لكافه ومرتبات من الدوله، احنا ما نشتيش يعني من صناديق النظافه، نشتي الدوله تتبنى قضيه عمال النظافه ومرتباتهم يكون من الموازنه العامه للدوله. طبعا لنا اعلنا باضراب قبل شهر وتاريخ 5 بعد ان اعطينا مهله 3 اشهر، يعني تدخل الامين واعطينا مهله ورزق اجل انتهت الوقت ورجعنا قلنا يعني عملنا اضراب، فتدخل برضو الاخ الامين ثاني مره، واليوم لنا يعني 25 يوم يعني في مواعيد من وقت الاخر، يعني اللجنه الوزاريه لم تجتمع حتى الان يعني هذه اللحظه، كل يوم يقول لنا الساعه 10 الساعه 11 الساعه 12 الساعه يعني يوميا قد ينتهي شهر، انتهى باقي شهرين، فحنا نشتي يعني نطالب من الحكومه على اساس ان هي تحث وتلزم اللجنه الوزاريه على اساس انه تثبيت العاملين في قطاع النظافه والتحسين وبدون اي مساومه او غيره، بصراحه عامل النظافه يعمل ليل ونهار وفي الاخر ما يلاقيش حقه، مرتباته يعني 30,000 الى 27، لا ضمان اجتماعي لا تامين صحي لا يعني معك الموظفين في الاشغال برضه اذا قلت لك يعني 5,000 بقاضى راتب يعني في ضمار 5,000 يعني من يوم تاريخ يعني من لهم 15 سنه من 5,000 لحد الان راتبه 15 بعقد وبتعزيز من الماليه، وهذا يعني ما لا رضي يثبتوهم ولا رضي لحد الان في مكان، يعني الناس صراحه مضطهدين مظلومين. طب اليوم يعني اليوم بمؤتمر الحوار كان هناك وقفه من عدد من الاعضاء تضامنا مع مطالب العمال، فهل تجدوا ان هناك صدى لمطالبكم؟ هناك مؤيدين ومتضامنين مع المواطنين؟ كلهم مؤيدين ومتضامنين معنا، ويعني بس انا لا ادري التهاون من الحكومه لا يعني من اللجنه الوزاريه، اللجنه الوزاريه هي الذي برئاسه الاخ وزير الخدمه المدنيه وضيف وزير الماليه ووزير الاداره المحليه وزير وممثل النقابه. طبعا يعني عندما طالبنا يعني استبعدوا ممثل النقابه ورجعنا عملنا اضراب واستعادوه بقرار ثاني، يعني ليش انه يشتي يعني انجاز يعني تثبيت العمال يعني في امانه العاصمه وفي كافه المحافظات، قاموا استبعدوا ممثل النقابه يعني على مزاجيتهم يستبعدوا ينزلوا يطلعوا ما بيش رد لاي واحد يعني يقوم يعني يساوم بالعمال النظافة أو غيرهم صراحة. طب بالنسبة الآن هي فترة يعني الألم اللي يعيشه عمال النظافة يعني هو دائم يعني، والآن بدأت بوادر خير في بوادر، فما يعني تأثير ثورة التغيير عليكم وما هو المستجدات التي أسستم أن هناك أمل في تحسين أوضاعكم؟ ثورة التغيير صححت يعني العاملين الذي كانوا ما يفهموا، يعني بصراحة حتى احنا كنا نطالب ونلاقي اضطهادات وقمع والى اخره، يعني انا قد نحت اعتقلت قد وصلت للمركزي، يعني اعتقال سبب مطالبة بالتثبيت وضمان اجتماعي لعمال النظافة، وفي نفس الوقت اعتقلت يمكن شهر في البحث الجنائي بدون اي حاجه يعني يعني توصلنا الى هذا سبب المطالبه فقط. الان يعني العمال صراحه تفهموا يعني صورة التغيير ويطالبوا ويشجعوا احنا على ذلك، لحد الان الحديده كانت مغربه ضربوا اسبوعين لما يعني وافقوا على التأمين الصحي وعلى الضمان الاجتماعي وعلى
لا رجعوا يعني يشتغلوا. انا جيت انا قبل 3 أيام من الحديدة، كانت الدنيا يعني حماس يعني شمس بالقمايم، صورها مسجلها وفي التلفون. فصورة التغيير هي يعني فهمت العاملين خاصة عمال النظافة، وعندما نطالب وعندما نعمل بيان يتضامنوا كلهم العمال. فكان من أول مصدق يعني يجوا بس غير يشلوا رئيس النقابة وهو الكل يتسجعون، ويجلس شهر معتقل ولا أي وقت، جلس شهر في البحث وجلس شهر في المركزي، وصلونا المركزي يعني بدون المركزي ما يوصل إلا بعد النيابة وبعد إيش، وإحنا وصلوا إحنا وداعة هكذا يعني للمركزي، سبب إن إحنا نطالب بحقوق العمال، ولازلنا جادين ونشتي نطالب نشتي من حكومة الوفاق بس تجد في قراراتها، لكن تصدر لك قرار وما تنفذش، هذا يعني برضو ما زال داخلكم هذا الروح إن شاء الله للاستمرار. لكن دعنا نذهب إلى هذا الاتصال مع الأستاذ علي بامحيسون أمين عام اتحاد النقابات العمالية. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ علي. السلام ورحمة الله. أستاذ علي، ما هو المطلوب لتكريم العمال في مثل هذا اليوم؟ هل هو إجازة أم هناك شيء أبعد من الإجازة وأعمق تأثيرا في نفوس العمال؟ لا لا رحمن الرحيم، أولا يعني فرصة طيبة لأتحدث عبر قناة الفضائية، أقدم التهاني والتبريكات لكافة جماهيرنا العمالية في كل مواقع العمل والإنتاج بمناسبة الذكرى السنوية للأول من مايو العيد العالمي للعمال. أتمنى لهم كل التقدم والزهار، وأتمنى ليمن الحبيب الخروج من هذه الأزمة ونجاح مؤتمر الحوار إن شاء الله. بالنسبة لعمالنا يعني أتمنى كنت في قرارة نفسي يعني أن نقدم الجديد بعد ال 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 يعني الثورة العمالية، النهوض عمالي، وإن قلت مثلا الحرام اللي وصل إلى عمق الوزارات اللي كانت محرمة في السابق واللي وجدت فيها العمل النقابي وجد نفسه، وبالرغم من هذا كله إلا أنه لا زالت تنقصنا الأشياء الكثيرة وتنقصنا الأشياء الكثيرة من بعض المؤسسات وخاصة المؤسسات الخاصة، المرافق الخاصة لا زالت إلى اليوم هذا لن تعي ما معنى الثورة، ولن تعي لماذا هؤلاء الشباب الذين قدموا أرواحهم فداء للحرية والعدالة الاجتماعية. إذا ما الذي يحتاجه العمال مستقبلا أستاذ؟ نحن العيد هو احتفال، هو احتفال، هو تجديد، هو تغيير للأفضل، وليس إجازات، وليس تكريم، وليس ابتهاج واحتفالات وإلقاء الكلمات. نحن لا نريد مثل هذه الأمور. نحن صبرنا سنين طويلة يعني، وقلنا لعل وعسى، كل ما قلنا مثلا عسى هتنجلي قالت الأيام هذه مبتدأة، يعني نخرج من المربع ونعود للمربع مرة أخرى. نحن لا نريد الاحتفالات ولا نريد الكلمات ولا نريد المزايدة على عمالنا، نحن نريد حاجة واحدة اللي فهمته أنه يمكن الأخ رئيس الجمهورية عبد الرب منصور احتمال يحضر الفعالية بكرة. نتمنى قرار واحد بس، القرار هذا انه يعني تثبيت العمالة المتعاقدين، تثبيتهم وتثبيت العاملين بالاجر اليومي واعطاء كل ذي حقا حقا، هذا كل نتمناه بس. بالنسبة أستاذ علي بالنسبة للعمال
مثلا عمال البناء والذي نراهم الآن في الجولات وفي أمام المحلات، يعني منظر مؤلم، ممكن أحد يعني تتسبب عفوا إصابة عمل بإعاقته، وبالتالي انتهى يعني انتهى مستقبله ومستقبل أبنائه والرزق بيد الله، لكن مع ذلك يتم تدمير هذا الشخص. فهؤلاء العمال أين هم من التثبيت؟ ما الذي سوف يعني ما هو الشيء الذي سوف يثبت لهم أصلا؟ يا سيدتي، هؤلاء قبل أن يكونوا عمال فهم خريجين كلية، خريجين جامعات، هؤلاء خريجين جامعات موجودين على الجولات يبحثوا عن لقمة عيش شريفة. انظري انت، شوفي الوزارات، شوفي المؤسسات، انظري للمرافق، بتوجدي هناك طوابير، هؤلاء الطوابير اللي هم موجودين على 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 على, على الجولات في دبل ودبل، طوابير لا زالوا لهم من عشرات السنين، لهم من 18 سنة ولهم من 16 سنة ولهم من 15، لا زالوا بالأجر اليومي وبالتعاقد. نحن هذه الأمور تطرقنا لها أكثر من مرة وقلنا أكثر من مرة وحذرنا أكثر من مرة، ولكن للأسف الشديد كأنك أنت قل ما تقول ونحن نفعل ما نريد. يعني إن شاء الله الأيام لا تقولها، ما زلنا في مبتداها، وإن شاء الله تنجلي بإذن الله. أستاذ علي بامحيسون، أمين عام اتحاد النقابات العمالية، شكرا جزيلا لنا، كنت معنا عبر الهاتف. بالعودة إليك أستاذ محمد، في احتفالية غدا والجميع يتمنى أنه يكون هناك قرار للتثبيت، هل لديكم مؤشرات أنه بالفعل سوف يتم خبر يفرحكم كعمال؟ إحنا إن شاء الله يعني نتمنى ذلك، أهم شيء أنه يحضر الأخ رئيس الجمهورية ويشارك يعني في الحفل، ونتمنى أنه يصدر قرار يعني لتثبيت كافة العاملين ليس فقط في عمال نظافة، برغم أن عمال نظافة يعني لهم يعني سنين وهم يطالبوا بالتثبيت، لكن الدولة ما تأخذ الأمور بجدية وتحسم الأمر على أساس يعني تلزم المرافق الأخرى، لكن تراكم القضايا والمشاكل لما تصور ثورة، يمكن عاد باقي ثورة بعد هذه الثورة، لأنه الناس يعني صراحة بقدم يعني مستائين من الوضع هذا، يعني متردي للآية الصدق. يعني إذا كان عامل النظافة يستلم 26,000، إيجار منزل يعني يدفع 20,000-30,000، فاضطر انه يروح يعني قربع القرابة هذه حق يوافي مصاريف حق الاولاد، فما ادلك غيره يعني الذين ناس مثلا الجامعة وغيره يعني ما يقدرش يعني يستحي يروح يتربع ولا شيء زي عاملة نظافة، فكيف الوضع حقه؟ بصراحة احنا نتمنى من الاخ رئيس الجمهورية ان يوجه يصدر قرار بتثبيت كافة العاملين أولا في قطاع النظافة في الجمهورية، وإلزام الجهات المعنية الشركات والمرافق الخاصة وغيرها بعدم تشغيل أي عمالة بالأجر اليومي، يعني إلا بأسس وضوابط يضمن له ولمستقبل أولاده. أما أنه يشغله يعني بالأجر اليومي لو يدي لك 100,000 يعني هذا كله كامل، يقول لك قليل مع الدواء قليلا دائم ولا كثيرا منقطع. حاجة ضمان اجتماعي له ولمستقبل أولاده. أنا صراحة يعني قد جت يعني حالات كثيرة في عمال النظافة، يعني يقول أسرة خاصة الأسرة الذي هم قصر الذي ما يعولهمش حد، ولا حد الآن في حالات من هذه الحالات يعني توفوا أسرهم. الآن الحين معانا يعني الآن الراتب يستمر الذي تم تثبيتهم، وأول تثبيت أنا أقول إنه مشوا تثبيت صح، إنما يعني عملوا تعزيز اعتماد لما للصناديق يعني دعم، وليس عاد تثبيت. احنا نشتي تثبيت يعني مع الدولة على اساس انه يعني
كون الموازنة العامة للدولة الراتب حق العامل لكل مدة سنة مطروح هناك ما حد يتصرفه، لكن الآن الحين عملوا اعتمادات للصناديق النظافة وعملوا درجات وعلى أساس أنه تثبيت، يعني تثبيت حتى وبعضهم يعني يجي يوقف لك العامل وشغل عامل بثان آخر ويخصم من هنا ووجهه وهذاك، يعني تثبيت هذا حتى الآن ما هو تثبيت صح. احنا نطالب تثبيت من ضمن الموازنة العامة للدولة، لما تقر في الموازنة يعني يقر. طب لا تعتقد أن هناك من يرى أنكم بتعرقلوا الحكومة وتحاولوا يعني أنه تضغطوا عليها بطريقة أنه هي بتحاول الآن أنه يعني تقدم شيء للعمال بالإمكانيات المتاحة وبالوضع المسموح الآن، احنا لا وأنه يتم تسييس لا القليل أولا أن قضية عمال النظافة قضية غير مسيسة، لا يمكن يعني جاءت مثلا في الساحات في الثورة في الضاق، يعني ما كنت يعني ما كانش العمال يعني يروح يعتصموا يعني في يعني في ساحة التحرير أو في ساحة الجامعة، فكانوا يعني كلهم بيشتغلوا في الشوارع إلى أن تم يعني رفعت الساحات. فإحنا نطالب يعني من قبل الثورة، من قبل الثورة نطالب، بس كان يعني نطالب ونعمل إضرابات، فكانت الإضرابات يعني ما تتنفذش يعني بال، وإنما يعني عندما أجت الثورة فهموا الناس انهم يعني لهم حقوق ولهم يعني فيهم الحريه والديمقراطيه، فاول كان يعني كان الناس متخوفين، الان الناس شجعوا والعمال شجعوا، عندما تعمل بيان على طول يعني ينفذوه يعني بالحرف، لكن من اول ما كان فعلا يتنفذ، فكنا نواجه اضطهادات، وقام يعني قلت لك اكثر من مره، واحنا وصلنا المركزي وصلنا الباحث وصلنا ولا السجون ذاك وصلناها كلها، لكن الان الحمد لله ان شاء الله الان لا تصل لاي ان شاء الله ما توصل، وانما نشتي الحكومه ان تجد لا تاخذ الامور مسياس ولا شيء. احنا نقول والله ان قضيه يعني عماليه وحقوقيه وقانونيه، ليس قضيه مسيسه، والذي يقول اني مسيسه فهذا انسان يعني ما يحب صراحه. احنا نشتي تثبيت والضمان الاجتماعي لكافة العاملين في قطاع النظافة وفي مرافق الدولة، ان شاء الله تنالوا حقوقكم كاملة غير منقوصة، نستضيفكم ان شاء الله العام القادم ان شاء الله. وانا صراحة انا انتقد عليها ان هي لم تطلع او تجي يعني اكثر من القنوات، انا كنت استدعونا وعملت معاهم مقابله الا قناه سهيل، استضفناك يعني اليوم استضفتونا وفي عيد كمان، وانا اتشرف بهذا شكرا جزيلا لك، وان شاء الله قضيتكم هي موجوده وباذن الله كل سنه وانت طيب ان شاء الله، وكل العمال اليمنيين بالف خير وسلامه، وشكرا جزيلا لحضورك الاستاذ محمد المرزوقي رئيس نقابه العمال نقابه عمال البلديات وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد نائب رئيس الاتحاد العربي للبلديات، ونائب عملنا مؤتمر يعني في قبل شهر يعني الاتحاد العربي للبلديات، جاءوا من الكويت من فلسطين من الاردن من يعني عملنا مؤتمر ودخلنا فيه شهر ومن تقدم لتقدم ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لكم اعزائي المشاهدين، وكل عام وكل عمال اليمن بألف خير، الى لقاء قريب، اترككم والوطن في رعاية الله وحفظه.